السلام، كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي بخير. كيف ما فهمتوا من العنوان، جيت بغيت نهضر لكم على التجربه ديالي مع الكوفيد. فعلا الكوفيد جاني، الكوفيد جاي لي الكوفيد. الحمد لله دابا بون صافي، مات ام هو باش بريت هذاك الشيء. انا بقى ديك لا فاتيغ بوست كوفيد، العيا، مي سينون صافا الحمد لله كلشي بخير. الموتور دايز مسطعنات، دايز فوق التروطوار اون بليس، ما عندك ما دير. بغيت نعاود التجربة ديالي باش بو ما تعرف عباد الله يستافدو منها إلى آخر ذلك. مشيت للدار البيضاء، واحد التجمع عائلي، وفي تما فين شديت الكوفيد، الاختلاط. إذا أول حاجة خاصنا نعرفو ومهمة جدا هو الاختلاط، تجنبوا الاختلاط بأي شكل من المشاكل، لأنه اللي خداو الكوفيد خداو في التجمع العائلي في الأعياد وفي كذا، فوالا هذاك الشيء اللي وقع، خديتو أنا في التجمع. إذا الاختلاط هو المشكل الأول. الكوفيد أنايا بقى فيا مجانيش صعيب، بالنسبة لوحدين خويا مجال صعيب، جا دوسيا أسبوع تقريبا من سبت لسبت تقريبا، ولا أقل من كاع من هذا الشيء. أنا كنقول لأنه هو أنا من السبت ما حسيت بيه حتى الاربع، الاربع كان جاني شويه ديال لي كورباتيو، ما ديتهاش فيه، وانما السخانه طلعت الاربع 38، ما نعش ديك الليله مزيان. الصباح الخميس مشيت كنت رجعت للجديده، مشيت للسبيطار درت لو تيست، لقيت راسي بوزيتيف، فوالا. دونك الخميس، الجمعه، السبت ما بقاش السخانه، لحد اثنين درت التيست لقيتو نيجاتيف الحمد لله. راه زعما ما عذبنيش وما جاونيش الاعراض اللي كتجي لعباد الله، ما جاتني لا لا دياري الكرش، ما جاتني شي، مشاش الشم، ما مشاش الضوء، ما مشات الشهيه. هاد الاعراض كلها ما جاتني شي، ولله الحمد. عندك السخانه ولي كورباتور في الاول في الظهر، هذا هو اللي كاين. وانما بالنسبه للشهيه، انا ما كنت كناكل غير الصوبه، صوبه بوحده ديال الخضره، لانه ما يمكنلكش التمريض، بدات كتقاوم واحد الفيروس، وتتاكل لها مسائل ثقيله بحال اللحم، الخبز، ما عرفتش شنو نوع ثاني، فهمتيني؟ كنت كنعطيها غير الخضره الا كتهضم دغيا، ودات كتحاول، لان الهضم الا كليت شي حاجه ثقيله الهضم دات الجسم خاصو طاقه، راه كياخذ 50 حتى 60% ديال الطاقه غير الهضم. دونك خاصك تعاون حتى دا شويه. وفعلا داكشي علاش كنظن بانه ولله الحمد الامور مشات مزيان. غير هو حاجه اخرى اللي عاونتني هي انني من شتي افراد ديال العائله جاهم الكوفيد قبل مني، بديت كناخذ فيتامين سي، فيتامين دي والزنك، هادو خديتهم قبل ما نحس حتى شي حاجه. منين جاتني التريتمون اللي كنت كناخذو هذا فيتامين سي، فيتامين دي، الزنك، انتيبيوتيك، والكارديو اسبيرين، هذا هو البروتوكول اللي دايرين. خديتو حتى وليت لاباس، ملي وليت لاباس حبست الانتيبيوتيك وحبست الكارديو اسبيرين، بقى غير الزنك و فيتامين سي وفيتامين دي، مزيانين الاملاح المعدنيه وفيتامينات السادية نعاونو بهم. فوالا الحمد لله. غير هو من بعد ما بريت كان جات واحد لابيتيت فاتيك، وبقى حتى الان واحد شويه بوست كوفيد، قالوا ها لان كتبقى هذيك الكوفيد راه خطر بالنسبه للناس اللي مراض وعندهم امراض مناعيه بحال السكر، الشرايين، القلب، اي مرض مناعي راه صعب، ماتوا الناس بزاف. المشكله هي في تخثر الدم، الدم كيتخثر صافي، الاكسجين ما كيبقاش يطلع على 90، صافي مشكلة. دي دي مير كيكون طايح طالع بزاف، شحال من واحد مات. هذاك الشيء علاش كنقول لكم عندكم الكوفيد، وكاين اللي كيصحابي الكوفيد ما كاينش، الكوفيد كاين وخطير، وخطير جدا. هذه اللي بغيت تحضر عليها، تفاداو الكوفيد، تفاداو الكوفيد، لانه راه مشكلة كبيرة الكوفيد. و المشكلة ديال الكوفيد مشكلة كبيرة فعلا، تفادوا الكوفيد بأي شكل من الأشكال. أنا هربت عليها عامين وأنا هربان، مشات ترقطني، تشدني ولد الحرام،
ولا بدا متلقى معه سبحان الله العظيم، ولا بدا متلقى معه، وانما الانسان ياخذ الاحتياطات ديالو، لانه كي كيصحاب كيقول لك لا ما كاينش، كاين الكوفيد وصعيب دابا راه قلال اسكيل باغي يا بلو، ما بقى حتى شي فاريون، كنظن بانو سي لا فان ديالو. لي فيروس جزء من الحياه، صافي بارتي دو لا في، يا با دو سوسي. دابا على الاقل عندنا المناعه، المناعه طبيعيه بلا تسقيح بلا والو. اشنو عاوتاني؟ ايوا فوالا سي تو جو كوا كو هذا هو اللي بغيت نقول. وينما سورتو حضيو حضيو مع الكوفيد، ما تستهنوش به، ديروا جميع الاحتياطات اللي كيقول لكم، البافات، الغسل ويديكم، هذاك الشيء غير اختلاط. ها بعدو بنادم، اي بنادم جا عندك تسلم له يسلم عليك، اختلاط يقرب لك بنادم كيف ما بغى يكون، ما تسلمش. حنايا كيبوسو كيسلموا باقي الكوفيد، حضيو ريوسكم. وهذا هو اللي بغيت نعاود تجربتي على الكوفيد. الحمد لله ما كان شيء صعيب بحال شي وحدين، وينما واخا هكاك الله يشحال شي بركه، راه هذيك السخانه 3 ايام السخانه راه ما نقولكش ميتا. ايوا هادشي اللي كاين. وبون نتمنى هاد الفيديو تفيد شي وحدين اللي غيشوفوا اللي غي هذا، وتفادوا الكوفيد وخذوا جميع الاحتياطات. واللي بغى الفيتامين سي و دي، اللي بغى ياخذ الزنك ياخذهم بلا كوفيد راه ياخذهم، راه باسكو دي كونسيطور الاملاح المعدنيه راه مزيانه. و جو كوا كو سي تو، هادي هي فوالا لا فان ديال لا فيديو، و الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. سالو.